قبل ما نتكلم عن انواع الرامات محتاجين ان احنا نعرف حاجه اسمها الديم، والديم او اللي هي اختصار لدول ان لاين ميموري موديول، هي عباره عن الرامات بتاعتنا اللي بنستخدمها في جهاز الكمبيوتر بتاعنا. يعني احنا لما بنقول ديم او ديم موديول بيبقى احنا قصدنا الرامات بتاعتنا، وشكل الرامات زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ده شكل الرامات. ولما بنقول الديم سوكت او ديم سلوت يبقى احنا قصدنا المكان اللي بيركب فيه الرامات بتاعتنا في المذر بورد. والديم ديت جت مكان حاجه اسمها السيم او السنجل ان لاين ميموري موديول، وشكل اللي هو السيم سواء الرامات نفسها او السلوت شكلها زي ما احنا شايفين في الصوره اللي عندنا دي، دي الرامات، والجزء اللي هو الابيض ده السوكت اللي راكب فيه الرامات بتاعتنا. هنتكلم عن اول نوع من انواع الرامات بتاعتنا، النوع اللي هو اسمه اس دي رام. زي ما قلنا قبل كده ان قلنا كان عندنا الرامات اللي هي الاستاتيك رام والديناميك رام او اللي هي الدي رام، وقلنا ان الديناميك رام او الدي رام ديت اللي هي قايم عليها كل الرامات بتاعتنا. واول نوع عندنا اللي هو الاس دي رام، والاس دي رام اللي هي اختصار لسنكرونس دي رام، هي عباره عن رامات بتتميز ان هي سرعتها اسرع من الفيرجنز اللي كانت موجوده قبل كده، وشكل الرامه اللي هي الاس دي رام او الموديول بتاع الرامه بتاعتنا شكله زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ده شكل الرامه. وزي ما احنا ملاحظين الرامه بيبقى فيها حاجه اسمها نوتش او فتحه صغيره كده، عندي الرامه الاس دي رام بيبقى فيها 2 نوتش، والسلوت اللي بيركب فيه الرامه الاس دي رام برضو بيبقى لازم يبقى سلوت نوعه اس دي رام، وبيبقى فيه مكانين كده بيدخل فيهم النوتش، يعني السلوت كانه متقسم لثلاث اجزاء، وبركب الرامه الاس دي رام ديت في السلوت بتاعنا دوت. والاس دي رام هي موجوده من سنه 1993، وفي الوقت ده كانت هي الاس دي رام هي تعتبر اكتر نوع من انواع الرامات الموجود في كل الاجهزه على مستوى العالم. وعلى سنه 2000 الاس دي رام تم استبدالها بالانواع الثانيه الاحدث اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده. اول نوع عندنا بعد الاس دي رام اللي هو الدي دي رام والدي دي ار، او بنقول عليها الدي دي ار. الدي ار هي اختصار لدبل داتا ريت، والدي دي ار ساعات بنسميها الدي دي ار 1. وشكل الدي دي ار اس دي رام زي ما احنا شايفين عندنا هنا دوت شكل الرامة الدي دي ار او دي دي ار 1، والجزء اللي هو الاصفر الذهبي دوت هو بنسميه البن او البنات، وعدد البنز في الاس دي رام بتاعتنا هو 184 بن، والرامة الدي دي ار بتركب على سلوت نوعه برضو دي دي ار او دي دي ار 1، وشكل السلوت دوت برضو بيبقى فيه الجزء اللي هو البلاستيك دوت، وعشان يركب فيه اللي هو النوتش بتاعنا الموجود في دي دي ار 1. والدي دي ار ديت تم استبدالها بعد كده بالفيرجنز اللي بعد كده اللي هي دي دي ار 2 ودي دي ار 3 ودي دي ار 4، والرامات اللي هي دي دي ار 2 او 3 او 4 ما ينفعش يركبوا على سلوت نوعه دي دي ار 1، والعكس برضه ما ينفعش اجيب رامه دي دي ار 1 واركبها على سلوت دي دي ار 2 او 3 او 4. بعد كده عندنا الدي دي ار 2، والدي دي ار 2 ديت هي جت او حلت محل الدي دي ار او الدي دي ار 1 اللي اتكلمنا عنها، وتم استبدال برضه الدي دي ار 2 ديت بالدي دي ار 3، وشكل الرامه اللي هي الدي دي ار 2 زي ما احنا شايفين ده شكل الرامه، ده الجزء الامامي من الرامه وده الجزء اللي هو الخلفي، وفي اللي هي البنز بتاعتنا او البنات ديت دي عددها 240 بن، وشكل السلوت بتاع الدي دي ار 2 زي ما احنا شايفين ان البورده دي فيها 4 سلوتات، دول كلهم نوعهم دي دي ار 2، ودوت اللي قلنا اللي هو النوتش، والنوتش دوت فيه بيركب فيه الجزء دوت، والسلوت متقسم لجزئين عشان اركب فيهم الرامه برضو اللي هي عباره عن جزئين. والدي دي ار 2 الرامه دي دي ار 2 ما ينفعش تركب على سلوت دي دي ار 1، والعكس برضو ما ينفعش اركب دي دي ار 1 رامه يعني اركبها على سلوت دي دي ار 2.
بعد كده ال DDR3، وال DDR3 ظهرت من سنة 2007 وتعتبر سرعتها أسرع من ال DDR1 وال DDR2، وشكل الرامة ال DDR3 زي ما احنا شايفين هنا، ده شكل الرامة ال DDR3، ودوت اللي هو النوتش بتاعنا، ودوت شكل السلوت اللي هو ال DDR3 اللي هو الجزء ده، وعدد البنز الموجودة عندنا في ال DDR3 هي 240 بن، وال DDR3 هي مش كومباتبل ان هي تركب في سلوتات DDR2 او DDR1، والعكس برضو مينفعش اجيب رامة DDR1 او DDR2 واركبها على سلوت نوعه DDR3. ال DDR4 بعد كده اللي هي ظهرت في السوق بتاعنا في سنة 2014، وبتتميز ان هي سرعتها اسرع من DDR2 و DDR3، وشكل الرامة بتاعتنا DDR4 شكلها زي ما احنا شايفين، والجزء اللي هو البنس او البنات شكل الشكل بتاعها يعني مموج شوية كده، وعدد البنز ديت 288 بن، وشكل السلوت بتاعنا اللي هو ال DDR4 اللي هو عندنا فيه 4 سلوتات دول. برضو قلنا فيه اللي هو النوتش دوت، ودوت المكان اللي بيركب فيه النوتش، ودوت شكل السلوت بتاعنا متقسم لجزئين اللي هما الجزئين دول بتوع اللي هو البنات بتاعت الرامة بتاعتنا. وال DDR4 برضو مش كومباتبل ان هي تركب مع الانواع اللي هي السلوتات القديمة، يعني الرامة ال DDR4 مينفعش تركب على سلوت نوع سلوت DDR3 او DDR2 او DDR1، والعكس برضو. عندنا بعد كده النوع اللي هو السوديم، او اللي هو السوديم اللي هي اختصار لسمول اوت لاين دول ان لاين ميموري موديول، وديت هي رامات حجمها اصغر من الرامات اللي هي الديم العاديه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الاس دي ار والدي دي ار بمختلف انواعه اللي هو ال1 وال2 وال3 وال4. والرامه دي شكلها كده، والرامه اللي هي السوديم حجمها تقريبا نص حجم الرامه الديم العاديه، وبتركب في سلوت اللي هو برضو نوع سودم. والرامات ديت احنا بنستخدمها في اللابتوب، اجهزة اللابتوب بتاعتنا، والسودم هي برضو اللي هو في اللي هو عندنا اللي هو النوتش اهوت، ودوت المكان اللي هو في السلوت او في السوكت اللي هو بيركب فيه النوتش، وقلنا اللي هو البينز ديت اللي هي عددها في السودم في الدي دي ار 2 عدد البنات 200 بنايه، والدي دي ار 3 204 بن. وزي ما قلنا الدي دي ار او اللي هي السودم بنستخدمها في اللي هو اللابتوب بتاعنا. ودوت دي مقارنه ليش الشكل الفيزيكال بتاع الرامات بتاعتنا سواء الدي دي ار او السودم، وقلنا الرامه اللي هي الدي دي ار هي 184 بن، ودوت المكان اللي هو بتاع النوتش بتاعنا. قلنا الرامة دي دي ار 2 240 بن، وشكل اللي هو النوتش دوت موجود هنا، ونلاحظ ان هو حتى يعني متزحزح الشمال عن شمال شوية عن اللي هو الدي دي ار. وعندنا الدي دي ار 3 اللي هي 240 بن برضو زي الدي دي ار 2، بس زي ما احنا ملاحظين دوت هنا كده المكان اللي هو النوتش بتاعنا مختلف عن الدي دي ار 2. بعد كده الدي دي ار 4 عدد البنز 288 بن، و زي ما احنا ملاحظين شكل اصلا البنز نفسها مختلف، شكلها مموج كده شويه، وبرده النوتش بتاعنا مكانه مختلف عن الانواع اللي فوق. بعد كده السودم، قلنا السودم قلنا دي دي ار 1 دي دي ار 2 دي دي ار 2 200 بن، وشكل او مكان اللي هو النوتش بتاعنا في هنا كده، ودي دي ار 3 هي 204 بن، وشكل ومكان النوتش بتاعنا يعني مختلف عن النوتش اللي هو بتاع دي دي ار 2.